عامل ايه؟ عامل ايه؟ ايه اللي ماشي على العلاج؟ يا ابني انت كنت معاك دلوقتي. انا عطشان قوي. عطشان ايه؟ ما تستقبلش يالا. عندي هبوط ومحتاج اكل اي حاجه. تاكل ولا بقول بديك يلا يالا. خلاص ماشي. السلام عليكم. اولا انا احب اعيي العروس والعروسين. يا رب نقضي وقت مبسوط مع بعضينا. تحبوا تسمعوا ايه؟ الحب كل. لا مش حافظها دي معلش انا اسف. تعب يالا. لا مش حافظها معلش انا اسف. سيره الحب لسعد الصغير. لا مش حافظها معلش لو سهلناها على بعض هنقول حاجه كويسه. طب اسمحوا لي اقول حاجه انا حافظها. كرد الفار. قلت ايه؟ كرد الفار. انت بتذاكر مغالي ولا ايه؟ انا والله ما اعرفها. طب ماشي يلا. انا زماره قداره ما فيش ولا حار ما تعملش. انا زماره قداره ما فيش ولا حار ما تعملش. انا الكوبليت انا مش فاكره. انا اسف انا مش فاكر الكوبليت. والاولاني انا مش فاكر الكوبليت مش فاكره. مش حافظ بقيتها. انت كل مره على كده. عامل ايه طيب؟ تاخر. حاضر. اسمع بقى الفن. حاضر. اسمع. تسمع ايه؟ انا زمارة اقدر
يا جدعان الفقر اللي يخلص ويعرفني لسه ما وصلش. ايه ده؟ امال انت مين؟ انا مين ايه؟ الفرح اللي بيدوروا فيه على عريس ده، انا زمارة قدارة ما فيش ولا ما تعرفنيش، انا بتاع الفرقة عسلية. ايه يلا في ايه؟ احنا جايين نقضي واجب ومروحين. مروحين مين يا عينيا؟ بقى بعد ما مسكت ايدي وسبلت في عينيا تقول لي مروح؟ ولا انت عملت كده يالا؟ طب ما هي بسيتني وانا ما اتكلمتش. طب ليه يا زمارة؟ ايه لما انت بتحبها قوي كده ما قلتش؟ ما قلتش ايه يا جدعان؟ انتوا هتلبسوني تقمه. خلاص خلاص اكتب كتابك عليا وخلص. اكتب ايه؟ مش هتجوز انا، عارفه جاي غنى اتجوز. بقول لك انت وهو ايه؟ احنا اصلا دخلنا فرح غلط. كمان؟ يلا نمشي من هنا. يابا يابا هو ده اللي رقص معايا يابا ومسك ايدي. يابا ايه؟ يا جدعان الراجل ده خلف بنته وعاوز يروح. الحقنا عسليه. يا ترى العيال عاملين ايه دلوقتي؟ لا وايه؟ الراجل ابو العروسه ده شكله غبي، يعني زمانه نافخهم ومعلقهم. وانا اول ما لقيت البنات بتجري خدت بعضي وقلت يا فكيك، مش هسترجل كده مع اخواتي؟ اصيعه والله يا ابو. ها؟ يعني القلم اللي انا خدته ده بجد، والشلوط كمان بجد. ولا عسليه ولا عسليه. ايوه ايوه بقول لك، حضرنا الفطار في علبه تونه مخبيه من الواد زمار عندك في النمليه. قوم يا عسليه، انت اللي مخبي مني التونه عسليه. انا قلتها غير التونه؟ كان بقى مخبي حاجات غير التونه. اصحى شوف النصيبه اللي احنا فيها. وفوتنا وجراح محكمة النهارده. محكمة ايه؟ احنا مربوطين. مربوطين. مربوطين يعني مش هنخلف؟ يا عم قوم بقى، قوم شوف المصيبة اللي احنا فيها دي. طب حد يديني من القلم، فين ابص على وشي؟ احنا مربوطين مش هنعرف نديك بالقلم. بقول لكم ايه يا جدعان؟ ما تصحوا الراجل ده؟ ما انا ما اعرفش بيصحى امتى. بقول لكم ايه؟ ايه؟ انا عندي فكرة جهنمية. ايه؟ هنضرب الراجل ده في بطنه نطلع نجري. نصحيه نقول له ان احنا هنهرب؟ بس اسكت اسكت. هل عندي فكره؟ قولها. وفكره تانية. قول التانية. لا انا حاسس ان الاولانيه احلى. طب قولها. مش عارف، شاكك ان التانيه ممكن تبقى احلى. انت بتسيب لي انا قول اي واحده وخلاص. طب والله ما انا قايل. طب عندي فكره تالته. ايه؟ احنا الراجل نايم بيهرب على طول. لا يا عمرو حرام، روقان ما لقيناش ممكن يروح فيها. صح عندك حق. بقول لك ايه؟ انت تشوف عايز ياكل ايه؟ يشرب ايه؟ انت بتستهبل يلا. طب احنا المشكله دلوقتي لو هربنا هنمشي شمال ولا يمين؟ انا قريت بصراحه في كتاب الزراعه وانا مسافر نمشي على طول لحد ما نلاقي عماره. لحد ما نلاقي عماره. بس يا حيوان يلا يلا يلا. السلام عليكم يا حاج. يخرب بيتك.